كم مشوار صار مسلا؟ 13 عمي 13 حطه هون. يلا شيل شيل يلا عيدو يلا يلا قرب رضا سيد سلام يا عينك لك عيدو لطفش لك رضا وتجيب اخوك يشتغل بدال منه بس بور عليه شوي لك انت شو بنا عيدو شو بنا لك شوفت عينك عم نسمعه حكي ما عم يفهم علينا تقول ما في دم يا على قلبي عليش مبطبط مو حسنان يحمل الشوال سمي بالله بتني اعرف كبر شغلك اخي ايوه هذا اللي ناقص والله عم ترد جواب شايف عم بقول لك سمي بالله وتركني بحالي شو هذا عيدو كانه نهز شعوره يعني ما حتسكت لك مسلا والله عيب عليه لا تقول عيب عيب على اللي بيعمل عيب واذا ما سكت شو بيطلع منا اللهم طولك يا روح اللهم طولك يا روح خلصنا بقى شباب خلصنا بقى شو بكم خلينا رايقين لا قل لي الحكي لك ما في ايه علي قل لي الحكي يلا يلا لمسلا خلصنا رضا سمعنا شو بدنا روح على شغلك روح الله يرضى عليك يلا يا شباب كل واحد يروح على شغله تشرفتوا انس حمدي افندي شو اخبار الشغل يا ولد حال العال حمدي افندي وصل الرزق من حورا ولا لسه؟ وصل حمدي افندي، دخلناه على باكي ونزلناه على الحساب. من قال الجمر شاعل جوا؟ من على بكير معلم. ظبطنا نفسين ارجيله يكونوا عجمي فهمت؟ تأمر امر حمدي افندي. نحن جوا حروق! بامرك، بامرك حمدي افندي. اسمع رضا. بتروح بتوضب لي نفسين ارجيله لحمدي افندي استر على بنياتك استر على بنياتك يا ما فيك تعفيني من الشغل يا لك شباك شباك دغري بتنفرج لما بقول لك فوت لعند حمدي افندي لك عمي بنفرج لما بنشرح لا حدا غيري يوضب الارجيله ما بحسن افرشوا الافندي انا الله يخليه اسكت اسكت وروح وضب الارجيله روح تعا عيدو تعا حط الكيس على القبان يا امراه حطه هون لجوه شغل لي حالك بسلام لعيونك عمي لعيونك يا الله يا الله شريف خير يا فندي شريف حمدي يا فندي ولك الشباب ولك عميان ولك مار انت ايه عرضي بحريماتي مو قصدي لا عرضي بحريماتي لا تاخذني كرمال الله لا تاخذني كرمال الله والله مو بقصدي الله وكيلك روح واشرب الله يخليك الله يخليك الله يخليك والله مو قصدي والله مو قصدي وفي لا وفي ولا أمرك يا معلم ولك شبك مشغل عم لك وفي وفي ما عم تريد كنت مشغول بتأمين القمح الله يقول لك انت ما لقيت غير هذا القرد يجيب الأراجيل ايه بس يعني البقية مشغولين بالتأمين كمان بشغلك ضريب اللي يخلع رأسك وينك هذا الحمار هذا بتعطيه جمعيته وتقلعه ما بدي اشوف وشه مرة ثانية من بيك فهمت مثل ما بدك حمدي يا فندم تعالوا وين رايك لم هالأرجيلة اللي قلبها القرد روح حاضر حاضر حمدي يا فندم سامي لي غيرها تأمر أمر تمام يقطع عمرك انت وياه العمى لك نزعوني مرائي روح اهلين عمي عيدو سمعنا انت وياه قلت لك من اول يا وفي تعفيني من هالقصة ما بحسن وضي برقيل لك يدير بالك انت التاني لك رضا شو بنا لك ما بتعرفني برتعب منه لك ما بتعرفني بركبني ميت شيطان لما بشوفه حسبنا الله ونعم الوكيل من هالسيرة عجبك هيك عجبك هي تلعت من تحت راسك وراس الأرجيل السم الكراتي وانت بتعرف البير وغطاء لك بتعرف البير وغطاء يا وفي حلها لشوف إذا فيك تحلها خلصنا رضا روح انت هلا وانا بلاقي صرفي مع حمدي أفندي يعني بركة دم رجعك على الشغل يدي بزن نارك يستر على حريماتك إذا بتدر الوالدين إذا لعتن من الشغل علي الحلالة بتنفلج بأرضها لا سمح الله خلاص روح أنت هلا واتكل على الله وعلي لك رضا اسمع لك وفي أنا ما حروح على البيت حروح أقطع وقت بمطراد الخيل لحتى تغيب الشمس بعدين برجع البيت مشان ما تحس الوالدي هي علينا هالولد شو بقر لا خلاص بقى روح هلا هلا بيطلع حمدي أفندي بيشوفني معك بيقلعني أنا وياك روح روح لك يدي بزن نارك لا تنساني فكر روح هلا بقى حسبنا الله ونعم الوكيل كل واحد على شغله شباب اجيت على رجليها وتقلع رضا لك مسلم الله يسمع منك لك عيدو تناولني يا رب يا رب Yeah.
يا الله دخيل اسمك يا الله، شو بدي لأمي هلا إذا عرفت إني طلعت من الشغل؟ شو بدي لها؟ نحن عايشين على الله وعلى جاري، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا أمي قوم غسل مشان تتعشى. رضا قوم غسل مشان تتعشى. يا مو أنا شو أنت؟ لا أنت من لما رجعت من شغلك مانك طبيعي، خير في شي؟ ما في شي يا عمو، ما في شي، بس مالي جوعان. ليه تعشيت برا؟ لا ما تعشيت. كيف لك أما بدك تاكل وأنت على فطورك؟ ما بيصير يا أمي. لشوف من في على الباب يا عمو. صلاة محمد عم تحكي عن حالك وفي؟ ولك ايه لك لكان معقولة اجي بلغك هيك ترجع على الشغل من شوري لك رضا؟ لك شو بنا انت ما بتعرف خورته للأفندي؟ ولي انا اللي بعرف خورته، بس شلون لحتى وافق الأفندي ارجع على الشغل لك وفي؟ يا سيدي لما شفته راي دهدست له وحكيت له انك المعيل الوحيد لوالدتك بعد رب العالمين، قام حن قلبه ولان. لك والله انك اصيل، الحمد لله يا ربي الحمد لله. بس ما رضا قال لي بشرط ما حتتكرر ابنه. لا بإذن الله ما بتكرر خلاص. انت تاني لك رضا، من اليوم ورايح خليك فتح شبنا. خلاص عمي رح نكون فتحين. خاطرك رضا. الله معك، مع السلامة. مين اللي هنيك؟ أنا رضا عمي أبو خليل. رضا لا تأخذني لك ابني، والله افتكرتك غريب عن الحارة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ضب ليك على حالك عشان ما تبرق. لك على عيني، لك يسلم لي ربك. ليش ما قلت لي انه الافندي مقلعك من الشغل؟ انا ما حبيت زعلك يا عمو. يعني هيك الرجال مقلعك بدون سبب؟ يعني ما بتعرفي طبع الافندي قديش سيئه يا عمو. ما اختلفنا، بس لازم يكون في سبب لتقليعتك من الشغل. ما في شيء يا عمو، ما في شيء، انا عم حط له الارجيله واعراس الارجيله على طرف انبازه. ايه شو ايه؟ ما خلى علي ستر مغطى يا عمو. انت الثاني حبيبي لازم تدير بالك. خربت الدنيا يعني اذا ارتمى راس الارجيله على طرف انبازه. خلص حبيبي، بس ثاني مره بتحكي لي كل شيء بيصير معك. خلاص يا عمو، بس ما بدك.